اعتمد البنك المركزي إطلاق البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وتوفر البوابة إمكانية إجراء استعلام عن أي محفظة إلكترونية مسجلة برقم الهاتف المحمول، وكذلك إلغاء الاشتراك في المحفظة مجانا ودون الحاجة لزيارة الفرع تمهيدا لتغيير مقدم الخدمة. يأتي ذلك في ضوء حرص البنك المركزي على توفير المزيد من الخدمات المالية الرقمية الإلكترونية التي تتسم بالسهولة والمرونة لتناسب جميع أطياف المجتمع، وبما يدعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 5 مليارات و100 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 776 مليار و853 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 51%، ليغلق عند مستوى 12043 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 67%، ليغلق عند مستوى 2316 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 71%، ليغلق عند مستوى 3385 نقطة. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف خبيرة أسواق المال أستاذة عصمت ياسين. تحياتي لك أستاذة عصمت، وفي البداية كيف تقيمين أداء البورصة خلال اليوم؟ مساء الخير يا فندم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وكل الأخوة المتابعين بكل خير يا رب، إن شاء الله سنة سعيدة على الجميع. الحقيقة النهاردة المؤشر الرئيسي حقق لنا الهدف الرئيسي عندنا، استقر فوق منطقة 12043 اللي بيدينا هدف إن شاء الله مستقر الفترة القادمة، يكون مستهدفنا عند 12350، وده هيكون التارجت بتاعنا خلال الفترة القادمة. ممكن احنا يقابلنا بعض موجات جني الأرباح اللي هتكون صحية وطبيعية جدا بعد أجازة الأعياد، ودي هتكون في النص الثاني من شهر يناير، ونعتبرها فرصة لتكوين مراكز شرائية جديدة ومش هيكون فيها أي خوف أبدا. النقطة الثانية بالنسبة للمؤشر السبعين، المؤشر السبعين النهاردة حقق مستهدفه عند 2316، كده قدامنا المستهدف الجديد عند 2500 نقطة. طبعا زي ما احنا شايفين ان احنا الربع الاول من العام دايما بتكون السمول كابس كلها بتتحرك بشكل ايجابي وبيكون في نشاط للمضاربات، فاحنا شايفين معظم الاسهم الصغيرة او نقول اسهم القروش النهارده اتحركت بشكل ايجابي، ومتوقعين انها تستمر في الحركة السعرية النشطة خلال ال 10 ايام الاولى، يعني هنقول النص الاول من شهر يناير هيكون ايجابي لكل الاسهم المضاربة. أستاذة عصمت، أبرز القطاعات الرابحة خلال التعاملات وأسباب الصعود من وجهة نظرك وأسباب الهبوط؟ طبعا احنا لازال عندنا الحصان الرابح هو القطاع العقاري. هقدر اقول لك النهارده ان قطاع الاسكانات كله يعني بكل اسهمه كان بيتحرك بشكل ايجابي جدا، بدا يشوف في متجرات وكمان في حركه استثمار في مراكز شرائيه طويله المدى بدات تبني في هذا القطاع. كمان عندنا قطاع الخدمات الماليه الغير مصرفيه بيتحرك بشكل ايجابي وبدات بعض الاسهم تنشط فيه وبنشوف فيها مشتري جديد. هنضيف بعد كده هيكون قطاع المصرفي قطاع البنوك بدا برضه في حركه ايجابيه خاصه على الاسهم الصغيرة، لكن لازال لسه السهم القيادي في القطاع البنوك لسه ما اتحركش بالشكل الايجابي، هو ده يمكن اللي مخلينا متواجدين خيفة ان يحصل فيه عمليه كوركشن، هتكون كوركشن خفيفه بنهايه الشهر ان شاء الله. ان شاء الله. لكن اوفر اول احنا لسه الحركه ايجابيه ولسه الاداء ايجابي جدا على مستوى المؤشرات عموما. توقعاتك للسوق خلال الجلسات القادمه ممكن تكون عامله ازاي؟ ان شاء الله ممكن عندنا مؤشر رئيسي بعد ثباتنا فوق منطقه ال 12100 هتكون عندنا مستهدف 12350 ثم 12500. احنا خلاص اوريدي دخلنا في القناه السعريه الصاعده. بالنسبه لمؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 محدد الاوزان، اقدر نقول ان احنا قربنا نخلص خلاص التصحيح وكوننا قاع وبدانا نستقر فوق منطقه الدعم الرئيسيه عند 2250، النهارده قافلين فوق 2316، عندنا مستهدف قوي ان شاء الله هيكون عند 2550 وهتكون مقاومه قويه ان شاء الله. ومش هنخاف لو ظهرت في المناطق دي عمليات جني ارباح، بل بالعكس هتكون صحيه جدا وقويه وايجابيه للسوق. ان شاء الله. خبيره اسواق المال الاستاذه عصمت ياسين، اشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف.